تأجيل قضية حل مجلس إدارة اتحاد الكرة لجلسة 23 من سبتمبر للنطق بالحكم. الجبلاية تطالب الأندية بتحديد ملعبين لكل فريق استعدادا للدوري. شريف حبيب يعلن الترشح لرئاسة لجنة الأندية. الأهلي يبحث عن بديل لرامي ربيعة بعد احترافه في لشبونة البرتغالي. الأهلي يصطحب 18 لاعبا إلى زامبيا لمواجهة نكانا بينهما المصابان وليد سليمان ومحمد فاروق. شيكابالا يستخرج تصريح السفر ويعود للبرتغال خلال ساعات بعد انتهاء أزمة التجنيد. الزمالك يرد على الوايت نايتس ببيان يؤكد أن أمن النادي سيتسلح بالكامل. أحمد حسام ميدو يرحب بتولي رئاسة قطاع الناشئين بالزمالك. شكوك حول مشاركة محمد إبراهيم مع الزمالك أمام فيتا كلاب في بطولة إفريقيا. الجبلاية تمنع الكويت الكويتي من التدريب بمشروع الهدف. إمبي يختبر ثنائي إفريقي من نيجيريا وبوركينا في معسكر الإسكندرية. منتخب الشباب يضم ثنائي الأهلي والزمالك رمضان صبحي ويوسف أوباما بعد الارتباطات الإفريقية. جيل فيسنت البرتغالي يرسل 50,000 يورو إلى بتروجيت قيمة صفقة مروان محسن. فادي نجاح يرحل عن بتروجيت ويرفض الانضمام للإسماعيلي. الاتحاد السكندري يؤجل حسم صفقة فتحي عبد الجليل لاعب المصري للانشغال بالمئوية. منطقة الغربية ترفض قيد لاعب المحلة البوركيني تيام في القائمة الأولى بسبب تعديل قيمة عقده فجأة. اللجنة الأولمبية ترجئ مناقشة بند 8 سنوات إلى اجتماع الخميس. اتحاد الطائرة يوقع بروتوكول تعاون مع نظيره الجزائري خلال 48 ساعة. اتحاد اليد يقرر إقامة دوري المحترفين للموسم الجديد بجمهور. رئيس المريخ السوداني يدخل سباق خلافة حياته في الاتحاد الإفريقي. الاتحاد السعودي يؤكد إجراء قرعة خليجي 22 الثلاثاء المقبل بالرياض. إلغاء بطولة تل أبيب للتنس بسبب الحرب على غزة. النجم الأرجنتيني ميسي يعود لتدريبات برشلونة بنيولوك جديد. الحارس الكوستاريكي نافاس يجتاز الكشف الطبي لريال مدريد. الإسباني تشافي يعتزل اللعب الدولي رسمياً.